السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله النهاردة هنذبح مع بعض الديك اللي انتوا شايفينه على الارض ده. تمام، يلا بقى كده بينا نسمي الله ونعمل لايك. واقول لكم ايه السبب اللي انا ذبحت الديك ده ان شاء الله النهاردة. انا عايزة بقى يا جماعة ايه تعملوا للديك ده لايكات كتير. تمام ماشي. الديك دوت يا جماعة انا هذبحه ان شاء الله لان هو في الوفرة عندي وفايض. انا عندي 2 زي ما انتوا عارفين وعندي 3 قنات. سبت واحد، سبت الديك اللي هو الشاطر اللي بيكسر كويس سبته. انما الديك اللي انتوا شايفينه نايم على جنب دوت ده اللي انا هذبحه. تمام، وان شاء الله هوريكم ايه طريقه ذبحه عشان الناس اللي هي حابه تعرف طريقه ذبح الديك هعرفها لكم. انتوا طبعا كنتوا متابعين معايا الدوره ديت. الدوره دي كانت بسم الله ما شاء الله كانت جايه سريعه معايا. ناس كتير برضو حابه تعرف تربيه الرومي، وان شاء الله هقول لها ازاي الرومي يكبر معاكم بسرعه قليله جدا وتذبحي منه على 5 شهور كده ولا حاجه، لان هو فعلا بدا عندي بدري وما شاء الله ذبحت برضو منه بدري. يعني كان عندي 10 روميات بسم الله ما شاء الله، العشرة هما العشرة ما ماتش منهم حاجه، طلع منهم 3 روميات و7 بيوم. وكنت ذبحت ديك قبل كده برضو وان شاء الله هذبح الديك دوت النهارده. وباذن الله يا جماعه ان شاء الله هعمل لكم حلقه يعني خاصه للناس اللي هي طلبت يعني حلقه عن تربيه الرومي، وهقول لك ازاي برضو ايه يجي معاكي ازاي بسرعه. تمام، احنا ان شاء الله هنذبح الديك دوت. انا سبت واحد للتلات روميات كفايه عليه، علشان كتر الديوك بتبقى غلط بتهيف بعضيه ما بت البيض ما بيبقاش مخصص. فاحنا ان شاء الله علشان ما يهيفوش بعض هنذبح واحد وهنسيب لهم الواحد. انت شوف الديك الشاطر ان هو اللي بيكسر اللي انت دايما بتشوفيه يكسر سيبيه، اللي هو بقى يعني ايه مش قوي في الكثير ده اللي هنذبحه. زي ما انا كده عملت النهارده الديك اللي هو نايم ده يا جماعه ان شاء الله هنذبحه، وهقول لكم ازاي طريقه ذبحه عشان الناس اللي هي حابه تذبح الروم الواحده. وهقول لكم برضو الطريقتين الاثنين علشان ايه تبقى انتوا عندكم خلفيه. اول حاجه يا جماعه لو انت لوحدك مفيش حد مثلا يمسك معاك او يذبح معاكي، بتجيب الديك الرومي اللي انت شايفاه قدامك دهوت، بتاخدي الرجلين الاثنين بتوعه هتحطيه تحت رجليك والجناحين الاثنين دهمت زيت، هتاخدي الجناحين الاثنين بتوعه وتحت الرجلين الثانيه وهتمسكي الدماغ بتاعه كده اهو، الدماغ بتاعه ده كده دهوت. بعد ما تحطي الجناحات والرجلين تحت رجليكي اهو دماغه بتبقى مرفوعه معاكي فوق كده اهوت، وبالسكينه يا جماعه وايه وعنده زرق دوت وبتقومي ذبح. تمام، ده طريقه سهله وبسيطه خالص. اما لو انت في حد بقى كده هيذبح معاكي، انت برده بتحطي الجناحات تحت رجليك والرجلين تحت رجليكي برده، وبتقوم حد بس بيمسك معاكي الزور كده اهوت وانت بتبقي ماسكه الدماغ بالايد الثانيه وبتقومي برده ذبح. يعني انت لو انت كده اهو انت بتمسكي السكينه بايد وفي حد بيمسك عليكي من جهادي كده وبتمسكي الدماغ بالايد الثانيه وبتقومي برده ذبح. يعني الطريقه سهله خالص ما فيش فيها اي حاجه. برضو ان شاء الله هذبح بقى لان ما ينفعش اذبح قدام الكاميرا كده يا جماعه. الديك اهوت جاهز للذبح، الجناحات تحت رجلي والرجلين بتاعت الديك تحت رجلي الثانيه ودماغه في ايديا اهيت. يا دوبك بقى ان شاء الله هنذبح، هنسمي الله ونذبح. خلاص يا جماعه الديك بتاعنا اهوت اتذبح وخلص، هنحطه بقى في الجردل وننزل بقى ايه. ودي يا جماعه الديك بتاعنا بعد ما اتذبح اهو بسم الله ما شاء الله بقى مروي هدومه، هنحطه بقى في ايه في الميه اللي احنا غليناها علشان نعملها. يلا كده نسمي الله ونحطه في الميه. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله اهو. الوعي يا جماعه تكون كبيره علشان اللي انت تغلي فيه ايه اللي انت تسخن فيه الميه علشان الديك يغطس فيها كلها. انا قطعت رجليها اهوت من قبل ما نحطه في الميه، قطعت رجليها خالص عشان رجله تبقى طويله اهي. بنقلبه بقى على جميع الجهات كده لغايه ما الريش بتاعه يسيل زي ما انتم شايفين. الميه مغطسه كل الديك معايا إيه، لان شوف انا عامله حلقه ده كان مستني ده اهو علشان اغطسه كلته. نقلبه كمان على الجهه الثانيه كمان مره، سيبها كده بسم الله ما شاء الله يعني يعتبر كلته. هطلعه بقى ان لقيت في حاجه لسه جامده شويه هردوا تاني. في الحوض يا جماعه كده اهو زي ما انا عملت، وتحت الميه الساقعه ونسيب على الميه
كده عشان يبقى سهل معانا واحنا بننضفه. اهو في قلب الحوض كده اهو، ونسيب عليه. يلا نسمي الله كده وننضف. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا بيبقى فيه بقى ريش ناعم ولا بيبقى فيه اي حاجه ما شاء الله. تبص تلاقي ثانيه اتنضف معاكي وبتيتو بتبقى بيضه زي البفته البيضه كده. هو ما شاء الله الميه عملته كلته. انا هدفع الميه بقى لان الميه ما عادش ليها لازمه، مش محتاجاها. كنت سايباها على اساس ان انا ايه، قلت يمكن الاقي ريش جامد ولا حاجه، بس ما شاء الله كلته. اه الميه انت عايزه تسوي الريش كلته، عايزه يروح في ايدك على طول كده، بيبقى سهل معاكي. كتر الميه، خلي الميه تغطي الزفر اللي في ايدك. دي الطبله بتاعته يا جماعه اللي انتوا شايفينها، دي الطبله بتاعته. الطبله دي بتبقى فيها ايه؟ بتبقى مليانه دهن. عندي الرقبة بتاعته. ده يا جماعة ده البلح بتاعه اللي بيبقى في رقبته كده. ده يا جماعة الديك بقى بعد ما خلصناه ونضفناه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي. لسه طبعا بقى ايه، ما وصلناش للشكل النهائي خالص او للتنظيف النهائي، لسه في ريش رفيع خالص كده تحت الجلد هنشيله. بس قلنا بقى نفتح معاك كده الاول علشان ايه نقفل الفيديو اهو، لان احنا كده هنطول قوي. شايفين اللي هو الرفيع القوي ده عامل زي يكون تحت الجلد ده، هنشيله بالراحه خالص كده اهو لغايه ما ينضف معانا. بس احنا بقى الاول هنعمل ايه، هنفتح. نجيب السعر عند الرقبة. بشيل كل الحاجات اللي جوه بقى في الرقبة بتاعته ده. بنقطع الحتة ديت مكان الدبح اللي انتوا شايفينها دي، دي مكان الدبح كده يا جماعة، مكان من ما دبحنا. بمسكها اقطعها. ايه الحتة دي عشان دي طبعا مهما غسلت ما بتنضفش، فبنقوم قاطعينها كده وتولي. في الجنب كده يا جماعه برضو يعني حاجه زي العرق كده اهي، انتوا لو ملاحظينها اهو ده كلته بنشيل. دي بقى هنشدها من تحت، هنجيب بقيتها بقى كده من تحت لانها اتقطعت معانا. الحاجات ديت هنروق عليها كده ايه، بس بعد ما نخلص ايه، الحاجات دي بتبقى ماسكه تحت بتبقى تحت الجلد كده. دي الحته اللي بتبقى فوق دي بتقال عليها ايه، زرازره. خلاص احنا بقى كده بنشقه خلصنا. كده فتحنا الديك معانا بقى
ونخرج كل الحاجات اللي هي جوه ديت بالراحه عشان ما تتفتحش مننا. يبدا القناص اللي جوه دولت بالراحه كده واحنا بنخرجهم. ده الكوز يا جماعه، ده كوز القلب اهو في جنب كده لوحده. دي يا جماعه الكبده بتاعته اهيت، ده الكبده بتاع الديك اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله، بس هي اتقسمت نصين اهيت دي. وده الكوز، ده البيض بتاع الديك، ده باندا بنرميه اهو. دي يا جماعه القناصه بتاعت الديك اهي، بسم الله ما شاء الله، شايفين حجمها قد ايه اهي. يلا هننضفها كده مع بعض. نزلنا كل اللي فيها يا جماعه، وتحت الحنفيه بقى بقوم ايه اهي القشره بتاعتها زي ما انتم شايفين ما شاء الله طلعت على طول اهي. نرميها بسم الله ما شاء الله، بقى زي الفل قدامنا اهي ما شاء الله يا جماعه اهي. بسم الله ما شاء الله، شوفوا قد ايه الحجم بتاعها قد ايه اهي. بعد كده بنعمل ايه، دي اهم خطوه بقى اللي احنا هنعملها ديت علشان الديك معانا ما بقاش له ريحه زفره خالص، والناس تشتكي وتقول لي اللي بغسل بقى ما بغسل بيبقى ريحه زفره. نيجي عند المنطقه اللي انتم شايفينها دي كده، دي بقى مقطعاها خالص اهي. كل اللي عند المؤخره ده اهي، دي يا جماعه اللي بتسبب الزفاره اللي انتم شايفينها دي، دي اللي بتسبب الزفاره اهي. بنرميها برده اهي شايفين اهي، ده كده اصبحت نظيفه ما عادش في اي حاجه هنا. خلاص بقى احنا هننضف بقى من جوه، شلنا الفشه وشلنا كل حاجه، ما عادش في حاجه موجوده اهي. هنغسل بقى هنغسل الديك بتاعنا بقى. وده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده بالتنظيف بكله. طبعا انتوا بقى شطار وعارفين احنا بنغسل ازاي. حابين اعمل لكم حلقه برده عن ازاي بنغسل عشان الزفره ما يبقاش له زفره، ماشي؟ بس كده يا جماعه، انا بس حبيت اوريكم طريقه تنظيف الديك الرومي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك كده، واللي لسه بيشوف قناتنا يا ريت يشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.